alors وجبه السحور المثاليه خصها تكون مكونه بسكريات بطيئه الامتصاص حيت هاد السكريات غنيه بالالياف وما غاديش يرفعوا لنا مؤشر السكر في الدم بحال مثلا الخبز الكامل اللي غيكون مكون بشعير بزرع قمح اولا مثلا حرشه من اللي غيكونوا حتى هما مكونين بهاد لا فارين كومبليت فعاود ما يكون لا فارين بلانش ايغالمون غادي خصنا نستهلكوا بروتينات اللي غادي نقدروا نلقاوها في يوغورت غنلقاوها في الجبن الطري باش يخليو لينا يعطونا ديك الاحساس بالشبع لمده طويله مي ايغالمون باش الكتله العضليه ديالنا ما تنقصش وخصنا ما نساوش نستهلكوا الكميه الكافيه من الماء دونك سيدغاتي سواء الشاي ولا الماء ولا لي انفيزيون اون جينيرال باش الجسم ديالنا كيبقى بيان ايدغاتي